انضم الينا هاتفيا عبد الكريم الوزان الكاتب الصحفي. استاذ عبد الكريم، بعد التحيه، يعني الى اي مدى يعني ساهمت الحمله الامنيه وساهمت تبادل او تساهم تبادل المعلومات الاستخباريه بين القوات الامريكيه والقوات العراقيه في نجاح الحملات الامنيه للقوات العراقيه وايضا القبض على هذا الارهابي المطلوب؟ بلا شك تعتبر المعلومات الاستخباريه العامل الأساس في تحقيق وتنفيذ أي عملية عسكرية وتحقق لها النجاح. ثم أيضا يأتي العمل الاستخباري في سياق التعاون الدولي الذي يتميز بجانب التكنولوجيا وجانب القوة العسكرية وجانب الانتشار. هذه العوامل مجتمعة وعلى رأسها الجانب الاستخباري والتعاون والتبادل الدولي هو الأساس في تحقيق وتنفيذ العمليات العسكرية ونجاحها، إضافة إلى تعاون السكان على الأرض باعتبار أن السواد الأعظم من داعش هم من سكان تلك المناطق، حيث عول عليهم من قبل عناصر داعش من خارج العراق. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الكريم الوزان الكاتب الصحفي.